نكمل النهاردة المضاعفات والوقاية من موضوع اكتئاب ما بعد الولادة. يمكن الاكتئاب ما بعد الولادة إذا لم يعالج أن يؤثر على الرابطة بين الأم ووالدها، وقد يفضي لمشاكل عائلية. بالنسبة للأمهات، قد يستمر اكتئاب ما بعد الولادة لمدة شهور أو أكثر، وأحيانا قد يصير اضطرابا اكتئابيا مزمنا على الرغم من علاجه. وقد يزيد اكتئاب ما بعد الولادة من احتمالية تعرض الأمهات التي أصبنا به لنوبات من الاكتئاب الشديد في المستقبل. بالنسبة للآباء، يمكن أن يكون الاكتئاب ما بعد الولادة أثر مضاعف، حيث يتسبب في ضغط عاطفي على كل من المحيطين بالوليد الحديث. عندما تكتئب الأم الجديدة تزداد احتمالية إصابة والد الرضيع بالاكتئاب، يبقى هما الاثنين مكتئبين. الآباء الجدد عرضة بشكل متزايد لخطر الإصابة بالاكتئاب بصرف النظر عن إصابة شريكتهم من عدمها. بالنسبة للأطفال، أطفال الأمهات التي أصبنا بالاكتئاب ما بعد الولادة ولم يعالجنا أكثر عرضة للمشاكل العاطفية والسلوكية، مثل صعوبات النوم والتغذية والإفراط في البكاء وتأخر نمو اللغة. طيب، إزاي بقى نقدر نعمل وقاية من موضوع اكتئاب ما بعد الولادة دي؟ إذا كان لديك تاريخ سابق للإصابة بالاكتئاب، لا سيما اكتئاب بعد الولادة، فاخبري طبيبك. ما إذا كنت تخططين للحمل أو في وقت أقرب تعرفين فيه أنك حامل. خلال الحمل يمكن لطبيبك مراقبتك عن كثب لملاحظة ظهور أي أعراض أو أعراض للاكتئاب، علامات للاكتئاب. قد يجعلك الطبيب تكملي استبيان فحص الاكتئاب خلال حملك او بعد الولاده. يمكن السيطره في بعض الاحيان على الاكتئاب الخفيف من خلال مجموعات الدعم والاستشاره والعلاجات الاخرى، وفي الحالات الاخرى قد يوصي بتناول الادويه المضاده للاكتئاب حتى خلال الحمل. طبعا في حاجات ممكن يكون مسموح بها والطبيب يسمح بها. بعد ولاده الطفل قد يوصي الطبيب بالخضوع للفحص الحالة الطبية بعد الولادة بحثاً عن علامات وأعراض الإصابة بالاكتئاب ما بعد الولادة. كلما تم الاكتشاف مبكراً أمكن بدء العلاج مبكراً. إذا كان هناك لديك تاريخ للإصابة بالاكتئاب ما بعد الولادة، قد يوصي طبيبك بتناول أدوية مضادة للاكتئاب أو الخضوع للعلاج النفسي فوراً بعد الولادة. إذا السيدة بعد الولادة لازم يكون في ملاحظة جامدة عليها، سواء كان هي من الذكاء الكافي ما تلاحظ نفسها أو الأسرة حواليها تلاحظها أو زوجها أو والدتها. هل ظهر أي أعراض غريبة في اسمها تدل على غلطة؟ هل حصل اكتئاب أو أي اضطراب نفسي؟ وفي هذه الحالة لابد من التوجه للطبيب فوراً. مع السلامة.